وزارة الطاقة والمعادن للتواصل مع وسائل الإعلام. هو مناسبة لتقديم الحصيلة ديال السنة التي مضت سنة 2018، ولكن أيضا تقديم الحصيلة يعني الأعمال اللي غتقوم بها القطاع في سنة 2019. الوزارة مع جميع المؤسسات المتدخلة يعني في الطاقات المتجددة، في الكهرباء، في المعادن، في المحروقات، في البحث العلمي، في المجال النووي إلى غير ذلك. كما لاحظتم بأنه الحمد لله البلد ديالنا تسير بخطى حثيثة في إنجاز كل ما سطر من استراتيجيات ومن مخططات ومن برامج ومن مشاريع. في المجال الطاقي هناك قفزة نوعية اللي جعلت البلد ديالنا من البلدان الرائدة في مجال التنمية المستدامة. في المجال ديال الكهرباء هناك استجابة للطلب المتزايد، لا بالنسبة للمواطن حضريا وقرويا ولا بالنسبة للاقتصاد الوطني. ثم أيضا في مجال ديال المحروقات هناك فتح هذا القطاع أمام المزيد من الاستثمارات باش يمكننا نأمنوا تزويد السوق المغربية بالمحروقات اللي كنحتاجوها في النقل، في الصناعة، أيضا في مجالات متعددة، وأيضا يمكن لنا نحققوا الجودة المعنية. في المجال ديال المعادن بالإضافة إلى الفوسفات اللي الحمد لله كاين مخطط اللي هو مخطط استراتيجي وطنيا وشراكة دولية، هناك أيضا عمل كبير كيقوم به المكتب الوطني للمعادن والهيدروك في المجال ديال البحث، في المجال ديال التنقيب، في المجال ديال الشراكات الدولية. ولذلك ثم هناك مناطق شرقا جنوبا وسط البلد شمال البلد التي فتحت أمام البحوث والكشوفات من خلال خرائط جيولوجية، من خلال معلومات أكثر دقة يعني اللي كتأكد أن هناك مؤهلات كبيرة جدا. استطعنا أننا نحصل على المعلومات عليها في 2018، ووجدنا شركاء اللي كيستثمروا استثمارات مهمة في هذا المجال، ثم أيضا اللي غتخلينا نبحثوا على شركاء آخرين يعني في سنة 2019 وبعد سنة 2019. كانت مناسبة باش نقدموا الشراكات اللي مشات فيها البلاد ديالنا في مجال الطاقة والمعادن، سواء مع الدول الإفريقية، مع الدول العربية، مع الدول الأوروبية، الربط الكهربائي، المشاريع ديال الغاز يعني في المجالات الطاقات المتجدده والنجاعة الطاقيه، المجال ديال المعادن والجيولوجيا. فاذا يمكن نقول حصيله مشرفه وافاق واعده، والكمال لله. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.